صلى الله عليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: سمعت من بعض الناس أن امرأة كانت تعاني كثيرا من زوجها وسوء معاملته لها، فقيل لها: اقرأي قول الله سبحانه: وله ما سكن في الليل والنهار فيما لمدة 4 أيام، كل مرة كرريها 99 مرة. ففعلت، ثم شرب زوجها الماء فتغير وأصبح رجلا تعلوه السكينة. والسؤال: ما حكم هذا العمل وما مدى مشروعيته؟ كل عمل لا دليل عليه من الكتاب والسنة هو باطل، وهذا العمل لا دليل عليه. من اللي حدد الآية ومن اللي حدد العدد احتاج إلى دليل، وكونه حصل شيء من السكينة لا يدل، كما سبق لكم عدة مرات، كونه يحصل المقصود للشيء لا يدل على صحته، لأنه قد يكون من باب الابتلاء والامتحان، أو يكون صادف قضاء وقدرا، فلا يحتج بهذا، ولا يجوز العمل إلا بدليل على تعيين السورة أو الآية ودليل على العدد. نعم.